وزارة الدفاع تعمل على تطوير سرب الطيران العسكري. تهديد بسحب ترخيص الشركة المنظمة لمهرجان فريكوينسي. إيراني يحاكم النمسا بتهمة تسريب معلوماته الشخصية. تراجع طلبات اللجوء الشهر الماضي والسوريون في المقدمة. السجن المخفف لعصابة باعت 58 كيلو من القنب. وستة أشخاص يحصلون على بطاقة المناخ للتنقل مقابل الوشم. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر عن توسيع أسطول طائرات بلاك هوك إلى 12 طائرة جديدة بجانب التسعة الحالية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تعزيز الجيش المدعومة بميزانية خاصة تصل إلى 16.6 مليار يورو حتى عام 2032. وعبرت الوزيرة تانر عن تفاؤلها بتنفيذ الخطة رغم التحديات، وأضافت أنه سيتم استبدال طائرات هيركوليز وشراء طائرات تدريب جديدة لاستبدال طراز ساب 105، وذلك في ضوء انضمام النمسا إلى برنامج الدفاع الجوي الأوروبي سكاي شيلد. بدأت تحقيقات بشركة CCS الأمنية التي كانت مكلفة بالأمن في مهرجان فريكوينسي في مدينة سانك بولتون في النمسا السفلى بعد الكشف عن 66 عاملا يعملون بالأسود. الشركة المنظمة تابعة لمجموعة باراكودا ويمتلكها منظم المهرجان هاري جينر، وتنصب التحقيقات حول العلاقة بين الشركة والشركات الفرعية وتسجيل الموظفين، حيث تعمل الشرطة المالية على التحقق من العقود بينهم. وقد أنكر جينر الاتهامات ويخطط للرد بعد اجتماع مع رئيس الشرطة المالية، فيما طالب حزب الحرية بنقل المهرجان بسبب شكاوى السكان. أعلن مواطن إيراني أنه يريد مقاضاة النمسا بسبب كشف ميوله الجنسية لنظام بلاده، مطالبا بتعويض 275 ألف يورو. وتتعلق القضية بتصرف السفارة النمساوية في طهران، وقال زوجه أن الموضوع ليس مسألة مال، وإنما لأنه لا يمكن تعويض الأذى الناتج، حيث يشير إلى أن مزود خدمة خارجي عالج طلب التأشيرة أدى لتسريب بياناته، حيث تورط والده وشقيقته في استجواب السلطات الإيرانية. من جهته نفى الادعاء المالي في النمسا مطالب الدعوة، مؤكدا عدم وجود دليل يثبت أقواله. تراجعت طلبات اللجوء في النمسا بنسبة 52% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تم تقديم 5500 طلب. وحسب بيان وزارة الداخلية فإن العدد لا يزال مرتفعا بالمقارنة مع عام 2019، وتم تقديم 28500 طلب حتى نهاية يوليو بانخفاض 35% عن العام الماضي. وقد تم منح اللجوء لأكثر من 9000 شخص ورفض أكثر من 15000 طلب، وسجل سوريون أعلى الطلبات يليهم أفغانستان والمغرب. وعللت الوزارة تراجع الأرقام بفضل مراقبة الحدود ومكافحة تهريب البشر والتعاون الدولي. فككت شرطة بورغنلاند عصابة لإنتاج القنب في كيرنسدورف، حيث ضبطت 800 نبتة مزروعة في مستودع بطريقة احترافية ومتقنة. وبدأت العصابة نشاطها منذ عام 2016 بزراعة القنب، حيث تمكنوا من بيع ما يصل إلى 58 كيلو، وتم محاكمة 5 أفراد رئيسيين، وقد أصدر القضاء أحكاما على المتهمين، حيث حكم على زعيم العصابة وهو هنغاري بالسجن ل4 سنوات، وزميله لمدة 2.5 سنين، والآخرون بسجن مشروط، والأحكام نهائية.
بعد العرض الذي قدمته وزيرة المناخ ليونور جيفسلر عن منح بطاقة تنقل مجانية لمدة عام بشرط رسم وشم خاص على اليد يشير للمناخ، قام 6 أشخاص فقط بالاستجابة للعرض. وتعرضت الخطوة للانتقادات بسبب تدخلها في حقوق الأفراد والتسويق على الجسد، حيث أن قليلون جدا من تحمسوا واستفادوا من العرض حتى الآن، فيما بررت الوزيرة ذلك بأنه عرض يمنح المواطنين عاما مجانيا من المواصلات العامة مقابل وشم كليما تيكت للانتقال المجاني بهدف تعزيز استخدام وسائل النقل لمكافحة تغير المناخ. وأنتم مشاهدين، هل على استعداد للوشم للحصول على سنة تنقل مجانية؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.